اهلا بيكم في حلقه جديده من اجمل بيوت. هنعيش النهارده الاصاله مع المعاصره في بيت فعلا من اجمل بيوت. الأصالة والمعاصرة في أول كورنر بيقابلنا في الفيلا النهاردة هو جزء كوان كده ليفينج روم، كان بحرف ال كومفورتابل، طبعا معاصرة جدا أو مودرن، في الأكسسوارز كلها فيها أصالة، بدءا بوحدة الإضاءة النجفة، الرسمة بتاعت الستارة، السجادة أو الكليم اللي محطوط تحت الكورنر، بعض الكاشبوهات أو وحدات الزرع، الفخار واللي مستخدم فيها الحبال. الليفينج روم هنا مكون من كنبة حرف ال زي ما قلنا، فيها ترابيزة وسط خشب عملية جدا، السجادة من الكليم اليدوي المصري، المكتبة هي عبارة عن بانلز أو وحدات محطوط فيها الكتب بتاع أصحاب البيت عشان هم ليهم اهتمامات معينة، فالمكتبة هنا بتوفي بالاحتياجات بتاعتهم. الأكسسوريز مهمة جدا في المكان، لأنه أصحاب البيت بيحبوا الأكسسوريز ومهتمين بيها، مينلي الإزاز، فهنلاقي إن الإزاز داخل بأشكال مختلفة، الإزاز الرو أو الإزاز اللي هو الريسايكلد يعني، داخل بأشكال مختلفة في تجميل الأماكن أو الكورنرز اللي في البيت. الزرع مستخدم بكثرة، ويمكن اللي مساعد ان البيت مضيء واصحاب البيت بيحبوا الإضاءة الطبيعية، يعني هنلاقي دايما انه الأعداد متركزة في الأجزاء اللي فيها إضاءة طبيعية. وحدات الإضاءة زي ما قلنا شرقية، عبارة عن برونز أو نحاس كده، فيها برضو إزاز، متطعم المكان بشوية أكسسوريز إكليكتيك يعني، منتقاة أو مختلفة الطرز بس محطوطة مع بعض في تكوين واحد، التكوين كله متماشي مع بعض بالرغم أن الستيل ممكن يكون مختلف، يعني ممكن نلاقي شمعدان أنتيك، ممكن نلاقي كاشبو مصري أو شرقي، الشاندلير أو النجفة شرقي، الطقم مور اور ليس الترا مودرن، الكليم بدوي، لكن كل جو متماشي مع بعضه. طبعا ده اللي احنا بنسميه الأصالة مع المعاصرة، والذوق هو اللي بيربط المكان كله ببعضه. أول ما بندخل الريسبشن بتاع الفيلا بنحس باتساع المكان، لأن الأريا كلها أوبن أريا. بشوف على شمالي ليفينج روم، وفي وشي ليفينج روم تانية كورنر تاني، والسلم اللي بيطلع الدور الفوقاني. على يميني الدايننج روم ريليتد مع المدخل بتاع المطبخ. الدايننج روم متكونة من ترابيزة وست كراسي وبوفيهات، في واحد بتاع الدايننج روم اساسا هي سفرة انتيك ايطالي، ويمكن الكفر بتاع الكراسي هو اللي عامل لها نوع من انواع المودرنايزيشن يعني. في وحدات تانية اضافية للسفرة، زي دولاب فضية صغير مواجه للسفرة جنب الحائط بتاع المطبخ، محطوط عليه مراية. الأصالة والمعاصرة هنا متحققة في الأكسسوار، الأكسسوارز بتاعت المكان. في جنب مدخل الفيلا فانوس محطوط على مفرش كشمير أو واخد برضو تيمة شرقية، التابلوهات بالكاليجرافي العربي، وحدات الإضاءة، المراية،
بنلاحظ برضو الماتشنج بتاع الالوان، يعني الكسوه بتاعه الكراسي ماتشنج مع المفرش، ماتشنج مع الفواكه الاكسسوارز اللي بنجمل بيها السفره. طبعا برضو بنلاحظ هوايه اصحاب الفيلا بالازاز، فنلاقي ان معظم الاكسسوارز اللي بتحلي المكان او اللي بتجمله معموله من الزجاج باشكال مختلفه واستخدامات مختلفه، حتى اماكنها مختلفه. الارضيه بتاعه الريسبشن بتاع الفيلا معموله من سيراميك روستيك باللون الطوبي، متطعم بوحدات سيراميك عليها الرسومات يدويه، وهو نفسه السيراميك اللي محطوط في القوايم بتاعه الدرج اللي بيطلع على الدور الفوقاني من الفيلا. الدرج معمول من الخشب الروستيك هو والكوبيستا او الهاندريل، والقوايم كلها معموله بالسيراميك الرسومات اليدويه، بيدي شكل شرقي برضو. هنا تحييز اوضه السفره يمكن يكون كان صعب شويه، فاتحيزت مع الاوبن اريا عن طريق اللون في الجدارين اللي بيحتوي اوضه السفره. يعني هنلاحظ ان كل الريسبشن اللون بتاعه اوف وايت فاتح قوي اقرب للابيض، الجدارين بتوع اوضه السفره واخدين رييه اوف وايت فاتح مع بيج، فعاملين نوع من انواع الانكلوجر او الاحتواء لاوضه السفره. ترابيزه السفره محطوطه بميل مش موازيه لاي جدران، وده دايما احنا بنحبه في الاوبن اريا، ان احنا ما بنرصش العفش موازي للحوايط او متعامد مع الحوايط، بالعكس ميل العفش بيديني نوع من انواع الدايركشن وبيديني احساس بالاتساع. هنا نلاحظ برضو ان اتجاه السفره بيعمل ليدنج للانترنس بتاع المطبخ وبتاع بقيه الكوريدور بتاع الفيلا. الاتصال البصري اللي موجود ما بين الدايننج روم والمطبخ متحقق برضو بان الحائط بتاع المطبخ اللي بيفصل بين الدايننج روم والمطبخ معمول من الطوب الزجاجي، فبيعمل بيبقى سيمي ترانسبيرنت او ترانسلوسنت، يعني بحس ان اللي موجود في المطبخ بيحس ان هو مع الدايننج روم، واللي موجود في الدايننج روم بيحس مع المطبخ، وده هيخلينا ندخل جوه المطبخ. وعمر ما هقدر اتكلم عن المكان اللي صاحبة البيت بتقدر تعيش فيه وبتقدر تمارس فيه هواياتها او تقضي جزء كبير من يومها فيه قد صاحبة البيت نفسه. مدام اماني رفعت هي اللي هتتكلم عن المطبخ بتاعها. بصراحة مش عارفة ازاي خليت عمرو يخليني اتكلم معاكم دلوقتي، انا مكسوفة جدا، بس هحاول اشرح على قد ما اقدر واقول لكم ازاي انا عملت البيت او المطبخ. هنا بالذات المطبخ ده هنا مكاني، لان انا شغلي وهوايتي وكل حاجة بحبها هي هنا في المطبخ، طبيخ. وزي ما انتم شايفين ما هوش مطبخ تقليدي، ومطبخ كله مفتوح سوبر ماركت. دي كانت مكتبة ابني بتاعت الكتب واللعب بتاعته، شلتها وحطيتها هنا. لو قبل ما ابتدي اتكلم عن المطبخ عايزه اقول لكم، لو لاحظتوا ان الارضيه وكل حاجه معموله بلاك، كله معمول بالاسم، كان المفروض يبقى هاي تك مطبخ، يعني زي الحاجات بتاعت بقى 2300 و2400، بس لقيت طبعا حاجات غاليه جدا. فكان الالترناتيف الطبيعي السريع ان انا اجيب الحاجات اللي عندي واعملها لغايه لما اعمل مطبخ احلامي. بس في الاخر I fell in love، او انا وقعت في غرام اللي انا عملته. من ولا حاجه بقى فيه كل الحاجات دي، بقى فيه عندي مكان عامله فيه السوبر ماركت بتاعي زي ما احنا شايفين. هنا الحوض طبعا فيه زرع على طول معايا، الزرع مهم جدا يا جماعه على فكره في المطبخ، لان هو بيمتص، يعني بعض انواع الزرع تمتص ريحه الطبيخ او ريحه اي حاجه احنا بنعملها. عندي هنا التوابل بتاعتي حطاها برده كلها شايفاها، والحاجات اللي بقطع بيها وكل الحاجات اللي انا عايزه استعملها قدامي، مفيش حاجه عندي مستخبيه، الحلل بتاعتي كلها قدامي شايفاها، الصوصز والزيوت والسمنة اي حاجة هنا اهو. طبعا ده غرامي وانتقامي، دي اكتر حاجة انا بحبها في مطبخي بصراحة، هو بوتاجازي وتلاجتي، دول جدال على فكرة، ودول زي ما انتم شايفين ده هاي تك جدا، معمول سيلفر والوان، يعني حاجة زي افانجارد، حاجة جامدة جدا مع الحاجات البريميتيف اللي احنا شايفينها دي.
معظم اليونتس في المطبخ دي كانت حاجات بتاعتي انا وانا صغيره، يعني دي كانت الدريسر بتاعتي وانا بنت، ودي كانت الدريسر بتاعت بنتي القديمه. الحاجات دي كلها نعمل لها ريسايكلينج، مش شرط الواحد يدخل بيته ويلاقي كل حاجه معموله من الالف للياء باغلى حاجه وباجمد حاجه ونروح للناس ونكلف نفسنا، لا. The simpler it is، كل ما تبقى سهله وبسيطه كل ما بتبقى حلوه قوي. وطبعا ده مكاننا للاكل، وزي ما عمرو قال ان انا شايفه السفره هنا قدامي ثرو او من خلال الجلاس بلوكس، والناس يبقى طول في انتر اكشن ما بيني لو انا بطبخ هنا وبين الجيران قصدي الضيوف اللي بيجوا لي. الانتري او الليفينج روم المواجه للانترنس او للريسبشن هو متكون من كنبه 3 وكنبه 2 وواحد فوتي، قعده التلفزيون. نلاحظ هنا ان برضو هي ميكس، الغالب عليها ان هي كومفورتابل، ميكس ما بين الحاجات المودرن والحاجات الانديان والحاجات البدوي والحاجات الشرقي. الكسوة هنا بتاعة البيت كله بتلعب دور رئيسي في إضفاء ذوق وجو للبيت، الكسوة بتاعة الأنتري هنا تيل كريم فاتح خالص، هي والستارة، الستارة كوريشة برضو بنفس اللون، مدية الجو العام أو اللون العام للمكان. فنلاحظ إن الفرش كله مع الجدران بلون فاتح، مفيش كونتراستات قوية، الأرضية برضو الاكستندد بالسيراميك الروستيك اللي متطعم بإشاني يدوي، التلفزيون القعدة بتاعته بسيطة قوي وفي نفس الوقت very conceptual، يعني هي عبارة عن شلف خشب طبيعي محطوط على بلوكس طوب أبيض، محطوط عليها كل الأجهزة بتاعت الليفينج روم. اللي مدي اللون للمكان هو الكوشنز، هي ميكس ما بين كوشنز هندي وبدوي، برضو المفرش عبارة عن شال أو مفرش هندي، وحدة الإضاءة أورينتال شرقي. طبعا مهم قوي أو مدي جو حلو قوي للمكان التابلو اللي في الباك جراوند بتاعت الليفينج روم. التابلو ألوان وبرده ماشية مع الألوان العامة للمكان، الدارك براون مع الأوف وايت ماشية برده مع وحدة تعليق الستارة. الأكسسوريز بتاعت المكان برده من الإزاز، سواء كانت أكسسوريز أو بوتس محطوط فيها حلويات أو سناكس، الشمع، كل المكان بيتكلم لغة واحدة، يعني ما نحسش بأي حاجة بتشز عن الجو العام بتاع المكان، وهو ده اللي بيدي الراحة، وهو ده اللي بحقق المعادلة بتاعت الأصالة والمعاصرة في كل كورنر من كورنرز البيت اللي احنا فيه. الباودر روم او حمام الضيوف هنا مختلف شوية، مش معمول كله بالنظام التقليدي اللي هو السيراميك في كل الجدران، في جنبين بس معمولين بالسيراميك البيج متطعم بوحدات ستيلو، الجزء بتاع غسيل الايدي او الحوض معمول عبارة عن رخامة واخدة كيرف، والحوض متركب فوق الرخامة، مش اوفال متسقط في الرخامة، لا متركب فوق الرخامة. طبعا مع الاكسسوارز بتاعت الحمام سواء كانت وحده فازه او تابلوهات صغيره فيها نباتات مجففه، الباسكت اللي محطوط فيها الفوط، المرايه هنا معموله كورنر،
مش معمولة في جدار واحد، لا معمولة في جدارين متعامدين مع بعض عليها وحدة إضاءة، فبتدي اتساع وريفلكشن ظريف قوي محبب. بقية الجدران بتاعة الحمام معمولة بينتينج دهان عادي، محطوط فيها تابلوهين ظراف جدا واخدين نفس درجات الألوان بتاعة السيراميك وبتاعة الاستيلو. الباب بتاع الحمام ماسيف روستيك خشب برواز عريض بني غامق. طبعا في وحدة مشاية محطوطة في الحمام يمكن واخدة لون مختلف شوية أو واخد درجة من درجات الاستيلو اللي هو اللون البردو، وواخدة ميل بيربط ما بين الكومبينيشن وما بين وحدة غسيل الأيدي. اول حاجه بتواجهنا لما نطلع من طلعه السلم المكتبه عشان في منتهى البساطه هي عباره عن عيون محطوط فيها الكتب المناسبه لاهتمامات اهل البيت. في برجير محطوط مواجه او محطوط بميل معين مواجه لجدار معمول من الحجر من الطوب الطبيعي. الجدار ده طبعا مش مدهون، بيعمل نوع من انواع الدفء للمكان مع الارضيه الخشب الغشيم مع الكليم اليدوي. الجو هنا اورينتال قوي، في برضو الميكس ما بين الاصاله والمعاصره. وحدات الاضاءه هي عباره عن فوانيس، وعلى فكره هنا في فكره جميله جدا انه انا ممكن احط وحدات الاضاءه في اي مكان انا عايزه، مجرد ان انا باخد المخرج بتاع الكهرباء وبعلق سلسله في المكان اللي انا عايزه. ظهور السلسله او السلك بتاع الكهرباء عمره ما بيضايقني، بالعكس ده هو بيعمل نوع من انواع الطبيعيه في المكان، وبيبقى المكان فيري ناتشرال. الكومبينيشن ما بين الخشب الطبيعي والطوب الطبيعي والكليمه اليدوي عامل جو دافي قوي في المكان، وبيوجهنا ناحيه الاوت دور. الاوت دور هنا عباره عن تراس كبير في الروف مليان زرع طبعا، وهو الزرع فعلا الحاجه اللي بتدي بهجه للمكان سواء اندور او اوت دور. هنا فروم وذين اوت بنشوف ان الشباك عباره عن خشب برضو سلسله متغطي بستاره كوريشه، البلتكانه بتاعتها فير فورجي بسيطه جدا، الستاره بنفس لون الجدران، ما فيش لا بلاك اوت ولا اي حاجه، هي بسيطه جدا بنفس لون الحوايط. بنشوف الاوت دور عباره عن زرع كتير وقعدات وكورنر اهل البيت بيحبوا يتجمعوا فيه بالليل او في الايام اللي ما فيهاش شمس جامده. الاتصال ما بين الاندور والاوت دور هو سر المتعه او سر الجمال في الجزء اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. عشنا النهاردة مع القديم اللي في توب جديد، مع الأصيل المعاصر، مع بيت ما أقدرش أقول غير إنه من أجمل البيوت. ونشوفكم في حلقة جاية.